يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا توضأ إنسان وغسل رجليه ثلاثا فبقي مكان لم يصل إليه الماء، إذا توضأ إنسان فغسل رجليه ثلاثا وبقي مكان لم يصل إليه الماء، هل يجوز له أن يغسل رجله مرة رابعة أو فقط يغسل المكان الذي لم يصله الماء؟ إن كان أنه رأى النقص في الحال وأعضاؤه ما نشفت فإنه يغسل الباقي فقط، لأنه ما فاتت الموالاة. أما إذا كان أنه يبست أعضاؤه ولا درى عن النقص إلا بعد ما أو بعد وقت طويل وفاتت الموالاة فيعيد الوضوء من جديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة لم يصبها الماء فأمره، قال له ارجع فأحسن وضوءك، ما قال ارجع اغسل هذه اللمعة فقط، قال احسن وضوءك، فإذا فاتت الموالاة فإنه يعيد من جديد. نعم.